ليفربول أولمبيك ليوني. طبعا القرعة كانت صعبة، نادي ليفربول يقابل البايرن ميونخ، نادي ليون يقابل نادي البرشلونة، مباراتان من العيار الثقيل من القول طبعا، ولكن طبعا هناك تاريخ في عالم كرة القدم، ولا ننسى أن المباراة الأولى والثانية وبالأخص نادي أولمبيك ليون يعج باللاعبين الشبان. كما اعتبر أسطورة نادي ليفربول أيان راش حظوظ الفريق قائمة بالمضي قدما في البطولة والتتويج باللقب، خاصة بعد بلوغه النهائي الموسم السابق. أعتقد أن المباراة ضد بايرن ميونخ لن تكون سهلة بالمرة. لا تنسى أيضا أن 16 فريق الذين وصلوا إلى دور خروج المغلوب لم تكن سهلة، ولا تنسى ذاك التاريخ العريق لنادي ليفربول. المباراة ستكون صعبة، ولكن في ضوء التاريخ التي نلعب بها حظوظنا قائمة في هذا الموسم، حظوظنا قائمة. نحن من وصل إلى نهائي ضد ريال مدريد، ولكن نحن نحافظ على معايير النجاح، ولا بد من المحافظة على معايير النجاح. ووصف كليمنتي فيلافيردي الرئيس التنفيذي لأتلتيكو مدريد مواجهة يوفنتوس بالمواجهة الصعبة، مشيرا إلى أن الفرصة مواتية أمام الفريق هذا الموسم للتتويج باللقب، خاصة أنه يستضيف النهائي على ملعبه واندا متروبوليتانو. القرعة كانت مثيرة، ولكن سنخوض مباراة ضد نادي اليوفي، فريق صعب لديه تقاليد كبيرة في عالم كرة القدم وفي السيري اي، ولكن أتلتيكو مدريد أيضا هو فريق صعب الميراث. هذا الموسم أو هذا الموسم هو مهم جدا، لأن النهائي سوف يلعب على أرضية ميداننا ملعب الواندا متروبوليتانو، وبالتالي لدينا الجماهير المساند ولدينا الفرص السانحة للفوز باللقب. ولكن عالم كرة القدم أصبح صعب، وعليك أن تتمرس بالصعاب إذا أردت أن تصل إلى أبعد الحدود، وعليك أن تتحدى كل الفرق. وعقب القرعة التي أوقعت فريقه في مواجهة ليون، قال إرنستو فالفيردي مدرب برشلونة إنه يتوقع مواجهة قوية مع النادي الفرنسي. وأضاف فالفيردي أنه لا يعرف هذا الفريق جيدا، وأن الوقت كاف لدراسة أسلوب لعبه. علينا أن نواجه أولمبيك ليون الذي رفع التحدي في وجه مانشستر سيتي وهزمه. لم أشاهد الفريق كثيرا حتى الآن، لكنني أعتقد أنه خطير جدا في الهجمة المرتدة. سيكون لدينا الوقت الكافي لدراسة هذا الفريق. لا شك أنها ستكون مواجهة صعبة. كانوا قادرين على هزم السيتي، وهذا يؤكد أنه ليس من السهل الفوز في كل المواجهات، ليس بالنسبة لنا بل للفرق جميعا. علينا أن نحضر جيدا لمثل هذه المواعيد، وأمامنا وقت كاف لنكون جاهزين. أما الآن فسنركز على الدوري، وآمل أن نكون في أتم جاهزيتنا عندما يحين وقت المباراة. وللحديث عن قرعة دور الأبطال يحضر معنا في الاستوديو المحترم